تعالى في مكان ثلاثة منهم. تعالى نشوف رقم واحد، نبقى رقم اثنين، نبقى رقم ثلاثة. صلى الله عليه وسلم. حد بقى كده النور، احنا في نبقى رقم واحد اللي هو النمر ده. ده النمر رقم واحد. انا همشي من A لB. ده اللي انا مشيت اهو. يبقى الطول من A لB. الطول بتاعه كام؟ 6 متر. يبقى 6. بعد كده القزير. بدل ما جيت من A لB بقى عندك النمر بتاع شوف عامل كده. طيب انا بمشي الزاويه بتاعي بمشي عشان مش كده يعني انا بديت كده المنبر بتاع الزاويه بتاعتك تبدا من زيرو تطلع على نص المنبر طب هتطلع قد ايه؟ صفر يعني من تحت كده لو المنبر كان ايه؟ ودي البدايه ودي النهايه بتاعتي في ايه والبي ايه؟ باجي عامل خط وسط واطلع اقصى اقدر السرعه لما توصل للمنبر دي السته بتاعتك افترضت ان المنبر بتاعك بي ايه مش ايه بي ايه كان عادي واحد جاب سهله وقال لك انا هاخد النمر بتاعي ليه؟ ده اللي اتجاه النمر يعني. في الحاله دي هنيجي هنا وقفت خط وسط والزاويه بتاعتك تمشي كده لغايه ما توصل للمنبر بتاعك. ده دي السي. الفرق بين ده وبين ده حد عارف؟ دي 180 ايه؟ ان هنا القزير المدلل الصيني ده من فوق ده هنا في الوش الثاني هتلاقي القزير سالبه والصيني سالبه. ماشي. تمام؟ عرفتها من ايه؟ عندك احنا عاملينها فوق جدول بسيط اهو. الربع الاول الربع الاول كان بيبقى عامل زي اللي انا بسيبها هنا كله مكمل اثنين مكملين. الربع الثاني كنت بتلاقي ان القزير سالبه والصين مكمل. والربع الثالث كنت بتلاقي ان القزير سالبه والصين سالبه. الربع الرابع كنت بتلاقي ايه؟ ان القزير هي اللي مكمله والصين هي السالبه. ولا تسألوني عنه مش هتبقوا عارفين الموضوع ولا لا. هيقول لك كل جبار ظالم كان ده. كل ايه؟ كل جبار كل يعني هنا الكل بيقول جبار يعني جاهل مجرد. جبار ظالم ظاهر مجرد اللي هي الثانية يعني. جدايا يعني جدا هي اللي مجرد. طب ده بس لازم ماشي فاهم شو ده كده حتى دي لسه ما مش همسحها. امسك ده من مره اول حاجه يعني من مره وزن ده كام؟ وزن كام؟ انت عندك زاويه صفر ايوه صح انت ده صفر لو قزير بواحد قزير صفر بواحد قزير صفر بصفر صفر الاي على ال احسبها عندك الاي على الطهاره 30000 تبقى 5000 6 5000 ايه؟ 5000 حسبتها؟ ماشي 5000 طيب من مره رقم 2 2 اللي هو احنا هنفترض ان هيمشي من ايه لسي يبقى هتقول من ايه لسي ال اللي بتاعتك بتساوي كام؟ 3 و4 يعني 5 متر 5 طيب الزاويه بتاعتك اهي وانا همشي من هنا لغايه هنا يبقى الربع الاول الجزئيه بتاعتك كام؟ موجه وموجه يبقى موجه 6 وانت كام؟ 8 ليه يعني كده هتساوي كام؟ 6 6000 صح؟ يبقى 6 هاجي المنبر الاخير ده انا همشي من اول هنا من البي للسي ماشي يبقى همشي من البي للسي والطول بتاع بيساوي ربع 5 متر ده في الربع الثاني يبقى الصين المجرى وقلال سالب يبقى بوينت 6 لان الزاويه هي يعني انت عندك لما يبقى عندك نمبر كده الزاويه دي هي هي زاويه بس انت رحت اشاره ايوه يبقى احنا قلنا القزير هي السالبه سالب كل 6 والصاين المجرد بقى 8 وده برضه هيبقى 6 فاهم؟ كده حضرنا المساله تعرف تعوض بقى في الكلام ده بسهوله خلاص تمام؟ انت عندك نمبر مش مطالب انك تكتب المصفوفه كلها مش مطالب انك تكتب المصفوفه كلها ليه؟ لان انت ببساطه في واحد هتساعد افتح كده مصفوف شوف كنا قايلين ان الصف الاول او العمود الاول ده بتاع الحركه الافقيه عند اول المنبر واللي عنده والتاني ده بتاع الحركه الناقصيه عند اول المنبر والتالت الحركه الافقيه عند اخر المنبر وده الحركه الناقصيه عند اخر المنبر ركز معايا هنا في حركه افقيه؟ لا مفيش هنا في حركه افقيه؟ مفيش حركه ناقصيه؟ مفيش برضه هنا في حركه افقيه؟ اه يبقى انا مضطر اعمل رقم ثلاثه
طيب في حركه راسيه؟ لا. طيب مش بتدور ولا غيري؟ رقم واحد بس ده اللي انا هجيب منه ماشي؟ بعد كده الباقي اصفار. تقول ايه؟ الباقي هيبقى اصفار. قول لي الباقي هيبقى اصفار. الباقي مش لا مش اصفار، هي بس انا مش متاكد. نفس الموضوع ده كده، انت عندك ده بتاع اول واحد، ده بتاع ثاني واحد، ده بتاع ثالث واحد، دي واحد. يبقى انت محتاج هنا وهنا تحط بس الكيميا. ماشي؟ ده عشان لما تقعد تكتب كيميا كتيره وفي الاخر مش متاكد. بعد كده تجمع. ماشي اه، بعد كده في الاخر مش هتاخد المسطول الكتيره الكيميا. طيب. تبدا اي واحد، صح ولا غلط؟ طيب. دي اللي هي 60 في 8 يعني. طيب انت عندك هنا. طبعا هنا في الاول في واحد هيساوي اي على ال في دي قيمة اللي هي بتاعت واحد دي 5000 في القيمة اللي هنا اللي هي 6 انت عندك سي واحد يعني واحد. الباقي فوق كده اه بس انا مش متأكد. ده عشان كده نفس لما تقعد تكتب الكلام ده كله ممكن ياخد منك مثلا 5 دقايق في دقيقة في ثانية واحدة انت هتبدأ تكتب. طيب كيف هتساوي؟ كيف الميمبر بتاعها فين؟ عندك الميمبر اللي هو الجلد ده مش اي حركه، ده 5 حركات لاخر عمود اللي انت كده هتساوي ده 2 واخر حاجه هنا 2 بدل كده تكتبها هنا بس ماشي؟ وبرضه هنا مش 2 هتساوي 6000 وكتبها لما تطلع. يبقى كده الاخر اللي هنا اللي هي اس تربيع. اس تربيع وانت كمان تربيع يعني 6 وانت 4 صح؟ ايوه. طب في مشكلة في الكلام ده؟ طيب روح تجيب فيه ثلاثة ثلاثة جنيه زي ده مش فارس مهندس. أنا قلت لك إن في المسألة بتاعتك إن عشان تجيب المصفوفة التوتال دي كده المصفوفة دي عبارة عن للمنبر الواحد أو المصفوفة دي خاصة بالمنبر الواحد. المنبر ده هنا كده ممكن يبقى فيه واحد يو اثنين يو ثلاثة يو أربعة ماشي؟ الممبر ده دي محطوطه دي دي قصاد يو 1 دي قصاد يو 2 دي قصاد يو 3 دي قصاد يو 4 برضه في نفس الموضوع هنا يو 1 يو 2 يو 3 يو 4 فانت لما تروح تكتب المصفوفه كلها تبدا تشوف بس النقطه اللي عندها حركه. الممبر الواحد ده النقطه الوحيده اللي عندها حركه هي يو 3 بتاع الممبر اللي هو العمود الثالث في الصف الثاني. العمود الثالث في الصف الثاني الاول هو انت اخترت من البيع مش هتعمل كده. يبقى انت خدت بس الكيمياء اللي فين؟ اللي هنا. صح كده؟ نفس الموضوع اهي. خدت بس الكيمياء بره. تمام كده؟ طيب. اخر كلمه اهو. لو عايز اقسمه كده مفيش مشكله خلي بالك. لو في الامتحان طلب عايز اقسمه كده بس. في ناس بتعملها مربعات، يعني تعمل بس مربعات مستطيل كلها مربعات خلي بالك، من غير ما تشوف ولا اي حاجه. انت هنا بقى عندك كده الممبر ده ركز معايا انت بادئ منين؟ انت بادئ من البي للسي يبقى رتبه البدايه يعني اول عمودين خاصين بالبي واخر عمودين خاصين بالسي هنا عارفه ولا فاهم؟ يبقى انت محتاج تحط هنا اي حاجه بعد يو واحد ويو واحد. طيب الممبر الاخير او الوجود الاخيره حركه ولا خصائص؟ يبقى اخر حاجه يبقى هنا يو 2 وهنا يو 2 صح ولا غلط؟ تبدا تحط القيمة دي محتاجة والقيمة دي محتاجة مش محتاج حاجة تانية تمام؟ ممكن أحط وصف معانا القيمة دي والقيمة دي والقيمة دي أيوة والقيمة دي يعني اللي أحتاج أتفاوض بحاجة دي بكام؟ 6 ريال وأنت عندك سي وبوينت 6 يبقى بوينت 3 6 كل مرة 3 تساوي 6 يبقى هنا بوينت 3 6 والأخيرة دي اللي هي اس تربيع اللي هي بوينت 6 4 صح؟ ايوه هنا بقى هتلاقي ان هي سالب كوساين سالب فين كوساين؟ كوين 6 كوين 8 بتطلع كام؟ كوين 4 8 سالب كوين 4 8 وهنا اكيد برضه سالب كوين 4 8 ماشي ده مش معناه ان الكوين دي مش موجوده هي موجوده بس انا مش هحتاج ما اقعدش ارجع نفس الشيء ماشي لو الدكتور اللي بيكتبها هتكتبها لو الدكتور في الحل بتاعه هتكتبها هتكتبها ماشي بس انا ما كنتش انا كنت هقول دي كده مظبوطه انت بقى مش المفروض تجيب ايه؟ تجيب لغه اللي لو تفتكر المره اللي فاتت كنت بتجيبها ازاي؟ عن طريق في واحد بيساوي واحد وبين بيساوي صفر بعد كده جبت منها السالب ونحطها لكن هنا احنا هنجيبه من المفروض طبيعي الجلوبال او المفروض الجلوبال كانت كام؟
36 في 6000. ايوه 5000 زائد 5000 كل حاجه بشارتها يبقى 760. ايه؟ كل حاجه بشارتها ايه؟ 760. متاكد؟ 760. طيب تعالى يوم هتلاقي هنا كده من هنا يبقى 6 4 6000 زائد 6 4 6000. شوف يا باشمهندس، انا جبت الكي بتاع كل منهم. دلوقتي بقى عاوز اجيب الكي التوتال المسافه بتاعته. بوينت 6 4 6000 وهناك برضه نفس الكي. دلوقتي انا بجيب الكي جلوبال. الكي جلوبال قصاد بس الوهاد اللي انا مطلعها اللي هي بقى الحريه. يو 1 يو 2 ماشي؟ انت عايز تروح تجيب الكي يبقى المنصوره بتاعتي جلوبال 2 في 2 تمام؟ المنصوره بتاعتي اللي هي 2 في 2 هتبقى كام؟ 7 6 واحد. انت هنا بتعمل دي القيمه اللي قصادي واحد يو 1 يو 1 قصدي يو 1 يبقى ليه عامل فرق؟ كان عندك فرق بين يو 1 مع يو 1 خدته كبير. عشان كده قلت لك ملهاش لازمه تحط باقي القيم ده انا مش هحتاجها اصلا. تمام؟ يبقى هنا يو 1 هتضربه في 5000 زائد هنا برضه زائد انت عندك يو 1 مع يو 1 ويو 3 سيستم في 6000. الثانية اللي هي يو 2 مع يو 2 هنا في حاجة؟ هنا مفيش أي حاجة. هنا بقى في يو 2 مع يو 2 يبقى 6 4 في 6000 زائد 6 4 في 6000 تطلع كام؟ 7 680. 7 كام؟ 680. 7 680 بعد كده يو 1 مع يو 2 أو يو 2 مع يو 1 هي المفروض تطلع سيطرة تطلع منين؟ ما اعرفش تطلع منها تطلع بس العنصر اللي كان مشترك فيه دي اللي هو اكيد العنصر ده العنصر ده ولا كان فيه واحد من دي ده كان فيه واحد بس ده كان فيه اثنين بس يبقى تطلع من دي اللي هي هتكون يو 1 مع يو 2 او يو 2 مع يو 1 يبقى سالب 1 4 8 وكام 6000 سالب 2880 سالب 2880 ايوه دي جاب من دي ودي جاب من دي. طب احنا الاثنين صوروا قلنا لازم نكون على طول ودول لازم يصوروا مشكلتنا في الكلام ده. بعد كده الحل بقى جاي كل ده نفس الحل اللي احنا اشتغلناه في الملايزيا. تعالى بس كده سؤال واحد انت كنت بتقول لي يا باشمهندس معلش معلش يا باشمهندس دي هتطلع سالب 6 من 10 سالب طب القيمة نفسها كام؟ سالب 6 من 10 سالب 8 من 10 سالب 1 من 4 طلع معايا سالب 1 من 4 ايه؟ تضربهم في بعض؟ دي هي مش وحدة السالب، هي الإشارة سالب بره، هي كل الفكرة إن أنا هحط الإشارة. دكتور في حاجة كبيرة؟ أنا كل الفكرة هنا إن أنا لو ضربنا ونسيت السالب اللي موجود هنا. انت كنت بتقول حاجه معلش كنت معلش الزاويه اللي هي مش فاهم انت بتقول الزاويه 6 والزاويه دي انت لا يا باشمهندس انا خدت دي بره بس انت لو دارس حساب مثلثات بعض من الستة دي او القيمه دي كنا بنقول انها هتساوي 180 ناقص الستة اللي هي الستة 180 ناقص الستة بتساوي نفس الكلام بتاع الستة بس الجتا اللي هي القزين تبقى بالستة لكن الصين هي هي
مش مصدقني؟ دي كنت السيتا الحقيقيه على الاله دلوقتي معاك، فوق 180 ناقص سيتا. ونجيب الزاويه دي ازاي؟ بعد كده نجيب لها الكوزاين والصايد، هتلاقي الكوزاين دي هي نفس القيمه بس بالسالب، الصايد نفس القيمه بس بالنقطه، زيها. اختلاف في الكوزاين. اه اختلاف بس في الاشارات. كده جبنا الكي من التوتال، ان شاء الله بتكون بتاعنا الاف هتساوي الكي في الدلتا. ماشي؟ الاف عندك كنت جايبها من شويه كانت بتساوي كام؟ 6.9 هتساوي المواصفات التوتال بتاعتك. اوصل دي 7.1 سالب بقى. احنا قلنا مش هنا بنعمل موجب سالب، سالب موجب. لا مش كده. على حسب اللي موجود عندي. ما تقولش الكلام كده مسلمات. القاعده اللي عندي ان القيمه دي موجبه لازم موجبه. دي دول موجبين. دول قد بعض. بص موجب ولا سالب؟ 7.6.8 بعد كده اللي هو 1 و2 اللي انا محتاجهم تحل بيهم على 2 في مقولين تمام؟ هتلاقي اللي هو 1 هتساوي اللي هو 2 هتساوي. يطلع كام وكام؟ هي دي بتطلع دايركت على الآلة صح؟ ايه؟ بتطلع دايركت على الآلة. اه لا بتتعمل معادلة على 2 في مقولين، يعني المعادلة الأولى هتبقى عبارة عن 7362 يو 1 زائد 2 2088 2880 يو 2 تساوي 6. نفس الموضوع ده اتكلموا على الاقل عندكم في الكوريه. ازاي بقى لا ازاي بقى انت بتطلع عليك يا باشمهندس؟ لا مش معقول. بتتكلم على الاله. مين مش عارف مخصوصين ببعض يقول لك كلمهم على باشمهندس. بتكلم يا ابو لا ابو مين انت مش محتاجها في المسافه بتاعتها. انت مش محتاجها في المسافه بتاعتها. وصفات الفضيحه. شوف يا باشمهندس هي عباره عن 7.1 6 يو 1 زائد 2.8.8 يو 2 هتساوي 6 واللي تحت 2.8.8 يو 1 زائد 7.6.8 يو 2 هتساوي 6 9 تعرف تجيبهم غالبا ولا لا؟ طيب ايه بقى؟ ما تقعدش بقى تتصور على نفسك وخلاص. نكمل زي يو 1 هتساوي سالب او موجب واحد يو 2 هتساوي سالب 1.7 5 ده معناها ان الجو بتاعك هنا بتتحرك هنا هتنزل لتحت بس انا يبقى عكس الاتجاه فقط مش كده الكلام ده؟ طيب جبت يو 1 و2 وتبدا تجيب بقى الاقوال الموجوده كل ما ماشي؟ كل شغلة كده بتطور بس الحالة شوية. تلاقي انت عندك بالنسبة لنمرة رقم 1 هو اللي فيه اللي هو اف اف ايه النمرة رقم 1 وهنا اف بي النمرة رقم 1 برضه. ده القوة هنا والقوة هنا هتساوي. الكي بتاعك هتبقى ضعف الدلتا بتاعك. الكي هنا الكي الاساسية بتاعت النمرة هي دي بتجيب بس عادي. ماشي؟ الكي هنا هتساوي كام؟ هتساوي اللي هي القيمة بتاعتها، إيه يعني إيه؟ بس، إيه يعني إيه بس؟ الممبر الأولاني ده اللي هو ده كانت كام؟ 5000، يبقى 5000 سالب 5000 سالب دي بس الموجة وزيادة سالب، ليه؟ لأن هي المعادلة اللي استخدمناها كانت إيه على إيه؟ سالب إيه على إيه؟ سالب إيه على إيه؟ إيه على إيه؟ يبقى كده شكرا. فأي حرف هنا؟ فأي حرف هنا؟ لا صفر. حرف في اتجاه المنبر. عرضة في اتجاه المنبر. طيب. في حرف هنا في اتجاه المنبر؟ الله اللي هي 1 5. 1 0 0 1 5 4. تطلع كام دي اف ايه؟ 1 تطلع كام؟ المفروض يعني دي هتساوي 200. تطلع كام وكام؟ بص زي ما طلعت نعم تقف معاك مفيش آلة حاسبة دي مخلوق بتتحسب القيمة دي بتساوي 5000 في 6 خالص 5000 في الرقم ده بس خلاص يعني ما تحسبش شهر ايه ايوه عشان الشهر ده سالب اه تطلع كام بقى؟ تحسب لي كام كمان دي؟
سالب 77 كم؟ سالب 77 سالب 77 واللي تحت كده بقى 7 كل 5 منبر هنا لازم يبقى كده منبر اهو كان انت عندك منبر كتير ركز معايا لو جيت هنا ايه فالاتجاه ده بقى يبقى ايه يبقى ايه هنا في ايه هنا في سي المنبر رقم 2 هتساوي الكيت بتاع المنبر رقم 2 ميجا بتساوي ايه على بال؟ 6000 سالب 6000 سالب 6000 6000 صح كده؟ تمام شوف بقى الدلتا بتاعته هنا في دلتا هنا في دلتا في دلتا بتراي ايه؟ بس الدلتا دي رأسية هل انا عاوز الدلتا رأسية؟ لا انا عاوز الدلتا ومالي الاتجاه المالي بقى تاخد الدلتا دي وتضربها وتزود الزاوية وتزود الزاوية تساوي ايه؟ والله انت عندك زاويه سي انت جايبها من زاويه يبقى زاويه سي بالتناسب صح ولا غلط؟ يبقى انت لما تضرب في الزاويه تضرب في الصفر ما هي لما تجي سيتا يبقى اكيد الزاويه دي سي صح؟ يبقى انت اضرب في ساين الزاويه يبقى يوت اي في اس اللي هي الاس بتاع المره دي تساوي كام؟ كاين 10 اي هو 8 تمام؟ اضرب بقى 2 1 2 6 مع 10 لرقم استمر طبعا نفسك ما بلاقي دي اللي هي كده سالب كل صفر صفر واحد سبعه خمسه سته مع عشره في ثمانيه مع عشره ثمانيه اللي هي الصيد الصيد سالب سالب 14 من 1000 سالب 14 لو في تهريب اكتر لا ده هي جايه كانت جايه بوس بس احنا خدنا يعني كده مظبوط؟ ماشي هتساوي تعمل ايه؟ 6000 صفر ناقص 6000 في الرقم ده اللي هو سالب يبقى المفروض تطلع الاولانيه تطلع من الرقم انت لما حللت الاسان مش هتربها؟ تبقى ساين تربيه؟ لا انا بجيب الجدا بحلل الجدا انت على 8 و4 8 و4 و4 يبقى هنا سالب 8 و4 هات الكور للاف يو 7 تعالى انت بدات من اف بي واف سي باف بي واف سي النمبر رقم 3 النمبر رقم 3 هتساوي الكيب بتاع النمبر رقم 3 اللي هي 6000 سالب 6000 برضه صح كده؟ تمام في الدلتا بتاعتك بص معايا عندك النقطه الاولانيه دي بتتحرك في الاتجاه الاخر وقيمة مقدارها كام؟ قيمة 4 جنيه، تضرب في إيه؟ أنت عندك في الاتجاه ده تضربها فيه، أنت عاوز تجيب الاتجاه ده فين؟ سواء مقدار أو سالب مش هتحددها أنت، أنت هتاخد على طول قيمة المقدار وسايبها من هنا. ماشي؟ المهم إنها في الاتجاه ده. عندك دلتا في الاتجاه ده عاوز تجيبها هنا، يبقى هتضرب هنا في كوزاين الأرض. صح؟ أنت بقى في الاتجاه ده برضه أضرب كده في كوزاين، خدها بالإشارة بتاعتك، سالب 6. يبقى تضرب يو 1 في سالب 6 من 10 المنبر ده بيتحلل من ناحيتين نعم؟ بيتحلل من ناحيتين يعني المنبر ده بيتحلل من ناحيتين باخد الوقتين وحدين الاتجاه انا هنا مش وكده هي دي واحده هنا الدلتا دي كانت مؤثره في الاتجاه ده صح ولا غلط؟ تمام انا عاوز اجيب تحليل الاتجاه ده والاتجاه ده يبقى هضرب في نفس الاتجاه فوق ونفس الاتجاه فوق صح تطلع سالب سالب 3 اصفار 9 2 5 3 اصفار 9 2 5 ونسيت هي طلعت سالب ماشي بس ده الناس بس تركز معايا في الحته دي الناس تركز معايا في الحته دي هي طلعت سالب كعمياني انا قلت لك ما تعتبر ضغط في الاتجاه اديت لك اضرب على طول بس وزي او سنه على حسب انت عاوز تحللها ازاي بس انت لو فكرت تاني هتقول والله هي كانت طالعه من بره يبقى معناها ان الاتجاه بتاعها كان كده صح ولا لا؟ يبقى المفروض احللها كده. لما تحللها كده المفروض تضربها تسبب اشارات، المفروض تحللها كده تضربها في كوزاين خلاص اللي هي رقم صحيح اللي هو بوينت 6. طيب لما البنت تبقى كده تبقى موجب ولا سالب؟ تبص على اتجاه المنبر اللي انت بتفرض، المنبر ده بي سي يعني فرض الاتجاه المنبر كده وانت طلعت البنت كده تطلع لك ايه؟ مش كده يبقى انت عمياني ممكن تجيبها
بس بالفهم برضه ممكن تجيبها. الاستراكشر احسن حاجه فيه انك تبقى فاهم، تاكد على نفسك كل خطوه. طيب القيمه اللي هي بقى هجيبها ازاي؟ انا والله انا عندي في الاتجاه ده، ممكن الاستاذ مش فارق معايا، انا عاوزها في الاتجاه ده. ماشي، طب انا عندي السنه دي سي تاني، يبقى انا عاوز اللي كانت في الاتجاه ده ماشي اللي هو في الاتجاه ده بس في الاتجاه ده، يبقى اقرا في ايه؟ في سايت. لان انا في السنه فوق يبقى اقرا في سايت باشارتها بره. بص كده على اشارتها تطلع موجه، يبقى اقرا فوق انت بقى. تعرف تضرب ايه؟ تضرب يوني 17 الناس اللي حملوا مش 14 كوزه ايه؟ 14 كوزه مش عارف تضرب في 14 كوزه 14 كوزه يعني في 3 4 يعني في 3 4 ايوه طبعا. السيرفر اللي بيموت تعالى انت اكز انك مش هتبقى انت عندك البنت هنا طلعت بالسيرفر، تعالى انت انت هتحللها كده يعني هتجيبها في الاتجاه ده صح ولا غلط؟ نفس الفكرة المفروض على سالب. سالب سالب شوف انا لما جيت على نفسي طلعت اسال رقم صح. 8 من 10 من 8 من 10 في سالب. 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 تطلع كام كمان؟ دي بقى هتضرب الرقم ده وده. ما هو اصل الرقم ده وده. والثاني والثانية هتضرب ده وده. مش هيبقى ناقص، هيبقى زائد لانه سالب في سالب. عشان ده كمان انا بقول القيمه دي تضربها في دي اهي، دي تضرب في دي ودي تضرب في دي، دي اساسات رياضه يعني. ايه ايه اللي عندك في المشكله؟ مش هيبقى سالب في سالب؟ لا مش سالب في سالب، المهم ان الرقم مش رقم كامل. ايوه انا اقصد انها تبقى سالب. وده ايوه انا اقصد ان هي تبقى سالب في سالب يعني. سالب سالب. بالظبط. هي يعني المفروض كلكم معاكم الات النهارده لان النهارده في الكويز. هو الات ده بس حلوه قوي. ده كده ناقص 6000 والرقم ده. بعد كده ناقص 6000 والرقم ده. حدد ايه؟ 66 و 19. كام؟ 66 و 19. 66 ايه؟ قوة خيالية. حتى كده لا. طلع سالب 13 و 89. معقولة شوية. معقولة. سالب 13 و 89. لو الأولانية طلعت هنا 2.85 13 اعملها بقى كملها. أه لسه ما كملتهاش؟ أنا كملتها طلع معايا كله سالب 13 و 89. 6000 الرقم ده؟ أيوه. الرقم ده كام؟ هيطلع بالسالب. الرقم ده سالب 0.0925 سالب 6000 في سالب 0.0014 على فكره السفرين بس مش صفر واحد. هتلاقي 255 ماشي؟ بس هو الرقم 55 انا مش اللي شايفه كده طلع 55 سالب 0.0014 هو الرقم اللي فوق اساسا المفروض صفر 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 صفرين بس مش ثلاث اصفار. فوق ثلاث اصفار مش فوق ثلاث اصفار. المفروض صفرين. فوق صفرين. 6 من 10 كام؟ 6 من 10 ثلاث اصفار. عمال هنحل ونشوف نطلعها برضه. دي سهلتين مش هنحل. تعالى بقى نبدا نحط الكول على الكول. احنا كده عندنا حاجه هتشكي بيها سكه الحل كله غلط. طب ثواني بس. هتشوف بس بره ده كان حلكم يا عم ايه؟ بس كده كده حلو. انا بقى انا همسح مش همسح بس في النص بس همسح في النص بس عشان ثانية واحدة. هو نفس المسألة دي يا دكتور في الورق؟ نفس المسألة نفس الورق نفس المسألة في الورق؟ ورق ايه؟ اللي بينزل؟ انا بصراحة المسألة دي مش في الورق بس لينا حل نفسك يعني ممكن تبعتها لنا ممكن تبقى تبعتها لنا سين. بص
بصوا معايا كده نفس اللي فات بالظبط. عندك كام تنمبر؟ تنمبر صح؟ تاني تاني صح كده؟ حط بقى قوة عليك. أول حاجة عندك نمبر 8 القوة عند البداية هنا ضربها كام؟ سالب 7 بوينت 9 واحد. وانت بتتفرج في الاتجاه مين بقى كده؟ يبقى العكس 7 بوينت 9 واحد. وهنا 7 بوينت 9 واحد. صح؟ نمبر ده بتتفرج في الاتجاه بتاعه كده. طلع لك 8 بوينت 4 8 بوينت 4. وهنا سالب 8 بوينت 4. تمام؟ طيب هنا نمبر الاتفاق الموجب بتاعه من هنا طلع اول قيمه مش موجبه يعني شايف وانت مالك؟ بتقول فوق سالب. نعم؟ انت بتقول فوق سالب 8 وانت 4. ايوه سالب الفرق الموجب كده. الفرق الموجب كده. الموجب بتاعي اللي هو 8 وانت 4 مش معنى كده ان انا مرة. والعكس العكس اهو. ده مثلا كده برضه 2 وانت 8 طلعت موجبه. ماشي في الاتجاه الموجب. طب ده انا كان الاتجاه الموجب بتاعي كده. هو طلع سالب. كده العكس. كده هي القوة الخارجية. يبقى إذا القوة الداخلية هنا مضطرة 7 بوينت 9 واحد تنشن. وهنا 8 بوينت 4 كونتريشن. وهنا 2 بوينت 8 كونتريشن. صح؟ المفروض بقى حضرتك تشك على نفسك. عندك قوة خارجية كانت موجودة. هنا كده كانت في قوة مضمرة 6 طن. وهنا كانت في قوة خارجية مضمرة 9. مفروض لما نحلل القيمه دي يعني عباره عن جوينت دي كده 7 بوينت 9 واحد ناقص 2 8 من 10 في كوزاين الناس 8 من 10. شوف لو القيمه دي طلعت 6 يبقى صح. تمام؟ هتلاقي تسع قوى خارجيه نفس القوى اللي فوق ده. المفروض القوى النازله دي تساوي 8 بوينت 4 في ساين الزاويه عشان دي كوزاين يبقى ساين الزاويه اللي هي بوينت 8 زائد 2 بوينت 8 دي بوينت 8. هل بيحصل كمان لو كمان؟ هتلاقي كمان دي بتكون 6 وكمان دي بتكون 9. تمام؟ طلع كده ولا لا؟ نعم؟ لا دي مش بتطلع بصفر. دي هتطلع بقيمه لان في هنا رياكشن. يعني هنا مجموع الاثنين دول كده من اتجاه ده مجموع من الاتجاه ده دي الاثنين دول الرياكشن بتاعتها. وهنا القيمه الرئيسيه دي الرياكشن ده. وهنا القيمه الرئيسيه دي الرياكشن ده. انا بتكلم على القوى اللي موجوده عشان الالتزام. يعني الاولى طلعت 6 و4 بالمية. 6 و 4 بالمية يعني حوالي 6. واللي تحت قال لك 8.99. ايه؟ 8.99 يا مصر. فاهم انت شايف المساله دي؟ انت بقى لو عاوز تتاكد على المساله بتاعتك حل المسالتين اللي فاتوا بالطريقه دي. يعني احنا اعطينا مسالتين باللوكاليزيشن صح؟ حلها بالطريقه دي. شوف هتطلع نفس الفيديو ولا لا؟ وحل دي بالطريقه الثانيه، شوف هتطلع نفس الفيديو ولا لا؟ هو في الامتحان بيحدد لنا الطريقه اللي نحل بيها؟ ايوه بيحدد لك يقول لك سنه اللوكال الدايركت او الجروب ماشي؟ بس انت عشان بيقول ممكن تفرط فوق وممكن تفرط تحت الاتجاه صح؟ ايوه ممكن تفرط براحتك بس على اساسها على اساسها احلل الزاويه فاكر الجدول بتاع الزاويه؟ اه بس الدكتور قال لك لازم تفرط فوق ويعني تحت لا انت سيدي انا عليك براحتك لا انت سيدي انا عليك براحتك بتاع فوق ايوه